ومباشرة من الغردقة ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز محمد الحداد من مقر انعقاد مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، ويواصل لقاءاته مع المشاركين في هذا المؤتمر. مساء الخير حداد، إليك الكلمة، تفضل. مساء النور دينا، أرحب بك وأرحب بجميع السادة المشاهدين. ومصر تستطيع بالتعليم، المرأة لها دور كبير جدا داخل هذا المؤتمر وخلال الجلسات والنقاشات والجلسات الحوارية داخل أروقة المؤتمر. هناك تواجد كبير جدا للمرأة. يسعدنا أن تكون معنا الآن على الهواء مباشرة الكاتبة والشاعرة والخبيرة التربوية الدكتورة أمل فرح، التي جاءت خصيصا من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مصر تستطيع بالتعليم. في البداية برحب بحضرتك جدا، ويعني أوشكت فعاليات المؤتمر على الانتهاء، نحن في انتظار الجلسة التي سوف يتم إعلان التوصيات خلالها في حوالي الساعة 5 مساء. أهم مشاهدات الكاتبة والشاعرة والخبيرة التربوية المصرية أمل فرح خلال يومي المؤتمر. عظيم. الأول أشكرك يا محمد على الجودة في الأداء، وعايزة أقول لكم أني شيء مبشر بالخير قوي. المؤتمر السنة دي مبهج على مستوى الاختيارات. إذا كلمتني عن مشاهداتي الخاصة فهقول لك على مستوى الاختيار، ليست الأسماء الأكثر يعني شهرة، ولكن الأسماء الأكثر تأثيرا والأكثر عملا وخبرة على مستوى الإدارة، الجودة، الدقة. يمكن فريق العمل بتاع وزارة الهجرة صغير لكن كفاءة حقيقية. قد كده في إخلاص شديد وتفاني ورغبة في المساندة والمساعدة ورغبة في إنتاج شيء حقيقي يعني ومتميز. فكرة وجود ملخص للمحاور بتاعت كل سيشن ومحاولة الوصول لتوصيات في كل سيشن بشكل دي فكرة مبتكرة وجيدة جدا. الوزيرة نبيلة مكرم حقيقة شخص رائع رائع، حسست كل ضيف على ايه بانه هو الضيف المميز الخاص اللي تم انتقائه خصيصا من اجل ان يبني مصر. الاحساس ده جميل. الفكره نفسها فكره ان يبقى انت عندك انتماء لبلدك وبلدك بتقول لك انا عندي انتماء ليك، الفكره جميله جدا. انا كنت سعيد الحظ حضرت سيشن كان عن الابداع او التفكير الابداعي والتعليم، وكان المشاركين معايا تجارب من اليابان، الدكتور حسين والدكتوره دينا غباشي من انجلترا والدكتوره ساره من امريكا، وكل حد اتكلم بشكل يعني منفصل متصل وكنا كاننا بنعزف لحن واحد. احساسك وده يخليني اسال حضرتك ان ايه التجربه اللي حضرتك كنت حريصه تنقليها من خلال تواجدك في فعاليات المؤتمر؟ انا كنت حريصه جدا على توضيح المفاهيم. احنا عندنا مشكله اساسيه في المفاهيم، كل حد عنده تصور عن المفهوم مختلف، وده اللي بيعمل يعني بيسموها عايز اقولها بيحصل عدم تواصل جيد، وبالتالي بتحصل ان كل الحاجات بتتاجل لان بيحصل خلط في المفاهيم وخلط في اللي واصل، فما بيحصلش منتج حقيقي. احنا لما يحصل لنا وضوح مفهومي ونقدر نستوعب ان الابداع درجه من درجات التفكير، ما هوش هبه ولا موهبه، الابداع التفكير ده درجات، التحليلي والتاملي والتفاعلي والنقدي والابداعي، نقدر ننميه وننشئه ونزرعه عند اولادنا. بكل تأكيد. سؤالي الأخير متعلق بمؤسسة مصر تستطيع التي أعلنت عن تدشينها وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم. إلى أي مدى بتساهم هذه المؤسسة في بلورة أفكار وأطروحات ورؤى فكرة أو مؤتمر مصر تستطيع؟ أعتقد أن في ضوء اللي قالته الوزيرة، لأن طبعا هي صرحت امبارح بس بالمبادرة دي، فأنا في ضوء اللي فهمته أن هي هتحرص على استمرارية العمل، ما تبقاش الحكاية مناسبة سنوية يأتي فيها المغتربين يتحدثون قليلا او كثيرا وينتهي الامر. وجود مؤسسه معناه متابعه واستمراريه، بيسموها التنميه المستدامه، ان في تنميه مستدامه للافكار المتبناه في كل مؤتمر على ما اعتقد. باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتوره امل فرح، الكاتبه والشاعره والخبيره التربويه المصريه القادمه من دوله الامارات العربيه المتحده. دينا، كما ذكرت في المقدمه اوشكت فعاليات المؤتمر على الانتهاء، نحن في انتظار جلسه اعلان التوصيات التي سوف يتم خلالها اعلان التوصيات النهائيه لمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم من هنا من مدينه الغردقه. اشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعه، وعوده الى الزميله دينا زهره في الاستوديو.